فضيلة الشيخ، في مسألة الإكثار من النذر، وكأنما بعض المسلمين إذا وقع في ضائقة يقنط من الفرج فيبادر إلى النذر. النذر منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي حديث آخر: فلا تنذروا، بصيغة النهي. الدخول بالنذر في الدخول في النذر ابتداء منهي عنه لما في ذلك من الإحراج وإلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه الله به. والمفروض في حق المسلم أن يفعل الطاعات والقربات تقربا إلى الله بدون نذر حتى يكون في سعة، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. أما إذا ألزم نفسه بها وجبت عليه، وحينئذ يحصل منه التبرم والتضايق، وكان من الأول في عافية، كان عليه ألا ينذر. لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء إذا كان نذر طاعة، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فنذر الطاعة بعد إبرامه يلزم. نعم.